عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي من مدينة بنزار، باش تقدم لكم الوصفة البرغل الجاري بالقديد. بما انه نهار اليوم بارد برشا، وليت قلت علاش ما نحضروش فايم جاري، وليت قلت نحضر شوية برغل. هذو مع المكونات اللي حضرتهم اللي باش نطيبيهم البرغل. انا حضرت 400 غرام برغل. البرغل من المستحسن كيف ناخذ البرغل المتوسط، مش خشين ومش الجيد. وهذا مطرفات قديد، انا بما اني مش نطيبه بالقديد، هذا مطرفات القديد. وحضرت 150 غرام فول، فول قشرته، فول شايح قشرته، 100 غرام حمص منفخ، هذا بصل قصيته جويد، وهذا لفاح اللي باش نفوح بيه البرغل، راس ثوم باش نقشره ونهرسه، هذا فلفل اكحل، فلفل اكحل فيها خليط نتاع فيح، فيها شوش الورد وفيها قشور البرقدين. باش نحط شوية كركم، هريسة، أنا باش نحط له الهريسة، واللي يحب يطيبو بالفلفل المحي راهو ينجم، تابل، نعناع شايح، راهو البرغل هذايا ما يبنو كان النعناع والثوم والتابل، والكروية، لفاح هذايا هو اللي باش يبن لنا البرغل، وهذايا كروية مرحية، والبرغل باش نحط له مغرفة طماطم شايحة ومرحية، وشطر مغرفة طماطم معجونة، وإذا كان ما عندناش طماطم الشايحة المرحية نحطو مغرفة كاملة. طماطم معجونه وعنا زيت زيتونه. توا باش نبدا نحضر الفطور، باش ناخذ النحاسه باش نصب الزيت، نصب مقدار نتاع 8 مغارف زيت، يعادل 80 مليلتر زيت. البصل باش نحط شطرو، مش باش نحطو الكل. وتوا اكل بصل باش نشكشكو شويه في وسطك الزيت. البصل اللي حطيته في وسط الزيت حطيته يتقلى شويه على نار واطيه. البصل تقلى، توا باش نحط الطريفات نتاع القديد ونخليه هكا القديد يتقلى شويه مع البصل حتى يسيب الطعم نتاعو. القديد والبصل تقليو، توا باش نحط الفول، نحط الحمص، ونحط فوق منهم البرغل. البرغل غسلته، الفول زادا كيف كيف غسلته. نصب الماء وما نحركوش. توا نغطيها النحاسة ونخليها تغلي حتى يطيبك الفول والحمص والبرغل. وتوا باش نحضرك اللفاح، باش نقشرك الثوم ونهرسه مع التابل والكروية، ونحضر الصلصة متاع البرغل. الثوم قشرته وتوا باش نهرسه، نحط شوية ملح، نحط شوية تابل، باش نحط شوية كروية، هذه الكروية المرحية، وتوا باش نهرسهم بالمهريس. البرغل والفول والحمص والقديد قريب يطيبوا، وملي ركبت الفطور راني ما حركتش. توا باش نحضر الصلصة، باش نحط الثوم والتابل والكروية اللي هرستهم. باش نحط مغرفة طماطم الشايحة والمرحية، باش نحط شطر مغرفة طماطم معجونة، نحط شوية هريسة، أنا باش نطيبو محرحر شوية، حطيت بزيت شوية هريسة، باش نحط شوية كركم، باش نصب ثلاثة مغارف زيت. نصب شوية ماء باش نحل أكل لفاح، نحل أكل الهريسة والطماطم في وسط اللفاح والزيت. وبعد ما حليته كل لفاح باش نحط بقية البصل، باش نشعل عليهم الغاز ونشكشكهم هكايا شوية على نار واطية. الصلصة تقليت، توا باش نطفي عليها وباش نصبها فوق البرغل اللي طيبته مع الفول والحمص والقديد.
شو نحط مغرفة نعناع. النعناع ما نحطوهش في الصلصة، النعناع ما يتقليش. توا حطيت النعناع باش نحرك. انا ملي ركبت الفطور راني ما حركتش. البرغل هاني كمان تحركته، شوفوا كيفاش الفول نتاعو ذايب، البرغل زاد طاب. توا باش نزيدو شويه ماء، ونغطيه ونخليه يزيد يطيب على نار واطية. البرغل بعد ما حطيت له الصلصة خليته 20 دقيقة يغلي. شوفوا كيفاش هذايا توا طايب، البرغل طاب. توا باش نحط له مغرفتين زيت، زيت زيتونة كما العادة، كما ما يفعل نحطهم في الأخر. باش نحط له شوية فلفل أكحل، وباش نغطيه ونخليه يزيد يغلي دقيقتين أخرين. البرغل طاب، وتوا باش نطفي عليه وباش نعبيه. أما ما نحكي لكمش على كل ريحة، فما ريحة بنينة متاع كل تفاح اللي حطيته. هكايا تكون الجريوة نتاعو، ما نعملوهش جري ماء وما نعملوهش زادا يابس. توا هذايا باهي، البرغل هاني كملت عبيته، راني ذقته، راهو جاي بنين بنين برشا، ما تتصوروش البنة اللي في البرغل هذايا. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع البرغل الجاري اللي بطيبته بالقديد. وبالسلامة وشاهية طيبة، وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات وأحلى وأشهر الأطباق التونسية.